أحلامكم الله. المستمعة أم زهراء من البدائع تقول: عندي أولاد وبنات بالغون، ولكنهم هداهم الله مقصرون في أداء الصلوات، خاصة الأولاد، فلا يؤدون الصلاة في المسجد إلا قليلا، وقد نصحتهم كثيرا وتعبت معهم، فماذا يجب علي أن أفعل تجاههم، وما حدود إنكاري عليهم بلساني وقلبي؟ أرشدوني جزاكم الله خيرا. صلاة الرجل مع الجماعة واجبة وفرض عليه، لا يجوز للمسلم أن يترك صلاة الجماعة وهو يقدر على ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وقال صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجالا معهم حزم من حطب، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. أدل هذا على وجوب صلاة الجماعة على كل مسلم قادر، فمن ترك صلاة الجماعة فإنه يجب مناصحته ويجب تأديبه لمن له عليه ولاية يؤدبه حتى يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق على المتخلفين بيوتهم، وهذه عقوبة بل هي من أشد العقوبة وأنكاها، فدل على أن الذي يتخلف عن صلاة الجماعة من غير عذر أنه يستحق التأديب، فمن كان له عليه سلطة من ولي الأمر أو من والده أو وليه فإنه يعاقبه حتى يصلي مع الجماعة، وإذا لم يقدر على معاقبته فعليه المناصحة ومداومة المناصحة حتى تبرأ الذمة ولعله أن يهتدي ويقبل. نعم. تقول: ما حدود إنكاري عليهم بلساني وقلبي؟ أنكري عليهم بدون حدود، أنكري عليهم وخوفيهم بالله عز وجل، وإن أسمعتيهم شيء من كلام أهل العلم في الأشرطة أو في غيرها أو في الكتب فحسن، يعينك على نصيحتهم. نعم. قصد يمكن واجب الإنكار القلب، واجب الإنكار باليد والقلب واللسان، كما قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وهذا لمن عنده سلطة من ولي الأمر أو الوالد، فإن الوالد له سلطة على ولده، ومن لم يستطع فبلسانه النصيحة والموعظة، ومن لم يستطع باللسان فإنه ينكر بالقلب، لابد من إنكار المنكر بالقلب، فمن لم ينكر المنكر بقلبه فليس بمؤمن، قال صلى الله عليه وسلم: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، وقال صلى الله عليه وسلم: وذلك أضعف الإيمان. نعم. شيخ، بعض الناس لا يدري عن هذه القضية، في بعض حينما يرى شيئا من المعاصي يظنه يسعه قول: لا شأن لي، فهل هذا يخالف الإنكار بالقلب أن الله معصية الله؟ لا شك، المسلم له شأن، ليه لا شأن له، هو مأمور بالإنكار، من رأى منكم منكرا فليغيره، هذا أمر يفيد الوجوب، ولكن الناس يتفاوتون في المقدرة. نعم. فينكر على حسب مقدرته، فمن رأى منكم منكرا فليغيره بيده إذا استطاع، فمن لم يستطع فبلسانه، ومن لم يستطع بلسانه فبقلبه، هذا أقل الأحوال. أما أن يقول ما عليه وكل عليه عمل وكل عليه ذنب، هذا كلام باطل وهو من تسويل الشيطان، لا يتحقق عنده إنكار القلب، إذا لم يتحقق عنده هذا دليل على ضعف إيمانه وعلى عدم إيمانه. نسأل الله العافية.